بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، وعلى آله وأصحابه من تمسك بسنته وسار على منهجه إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه، ومن ذلك آداب قضاء الحاجة، ليتميز الإنسان الذي كرمه الله وشرفه عن الحيوان بما أكرم الله به الإنسان. فديننا دين النظافة ودين الطهر ودين النزاهة ودين الحياء والعفة. فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة. فإذا أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل المعد لقضاء الحاجة، فإنه يستحب له أن يقول بسم الله قبل الدخول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويقدم رجله اليسرى حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل، واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه. وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء، أي في غير محل معد لقضاء الحاجة، فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس بحيث يكون في مكان خال، ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك. ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، بل ينحرف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه، فيرتاد لبوله مكانا رخوا من الأرض حتى لا يتطاير عليه شيء منه فينجس بدنه أو ثوبه. ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو موارد مياههم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الإضرار بالناس وأذيته. ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قراءة أو فيه قرآن. ولا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه ما فيه ذكر الله جاز له الدخول به ويغطيه. ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة، فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك. ويحرم عليه قراءة القرآن، فإذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها، وإن جمع بينهما فهو أفضل، أي بين الاستجمار والاستنجاء، وإن اقتصر على أحدهما كفى مع الإنقاء. والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقي المخرج وينشفه. ويشترط أن يمسحه ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الاقتصار عليه. ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب أي روثها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه. إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء، لا بد أن يسبقه إذا كان على المخرج نجاسة، فلو توضأ قبل الاستنجاء أو الاستجمار لم يصح وضوءه. لحديث المقداد المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ثم يتوضأ. قال النووي: والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقال طهره. أيها المسلم، احرص على التنزه من البول، فإن عدم التنزه من البول من موجبات عذاب القبر،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. قال الحافظ: صحيح الإسناد وله شواهد وأصله في الصحيحين. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أيها المسلم، إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها فأوهم، فلما انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. قد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر قالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار. وهنا أمر يجب التنبه له، وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء جملة الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالاستنجاء ولو كان قد استنجى بعد قضاء الحاجة، وهذا خطأ، لأن الاستنجاء ليس من الوضوء وإنما هو من شروطه كما سبق، ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه وهو قضاء الحاجة أو تلوث المخرج بالنجاسة. أيها المسلم، هذا ديننا، دين الطهارة والنظافة والنزاهة، أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق، استوعب كل ما يحتاجه المسلم وكل ما يصلحه، ولم يغفل شيئا فيه مصلحة لنا إلا وبينه، فلله الحمد والمنة. نسأله الثبات على هذا الدين، التبصر في أحكامه والعمل بشرائعه مع الإخلاص لله في ذلك، حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.